السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نشجع على زراعة الأسطح، فخلينا نرسم حاجة بسيطة كده على الأسطح. طيب خلينا أول حاجة نيجي على الروف هنا، وأبدأ أحط مثلا أرتكشر وأقول له إن أنا عايز فلور، وخلينا نطلع سنة بسيطة خالص، وأقول له هنا أنا عايز أختار جينيريك مثلا، خلينا نقول له edit type واقول له duplicate واقول له grass عشائش، اوكي، وادخل هنا edit واقول له عايزين نغير الماتيريال بتاعتها، مفيش. طيب يبقى هاجي هنا هلاقي جراس موجود هنا في المكتبة، أدوس على السهم اللي فوق عشان تدخل عندي في المشروع بتاعي، وأخلي السكنس هنا 100، تقدر تشوف في البريفيو، أوكي، وخلينا نرسم مثلا من هنا لهنا، وأقول له أوكي، وأقول له دي عند الروف. تعال نقول له مثلا عايزين نعمل لها ريندر سريع، طيب. وبعد كده عايز الجزء دوت اخليه خشب، فاجي هنا اقول له ان انا عايز اعمل فلور تاني، طيب ودوبليكيت وخلي ده وود، وتعال نقول له اديت وخلي ده وود، وتبدأ تختار بقى نوع الخشب اللي انت عايزه. طيب قول مثلا هنعمل مثلا مكان الناس تقعد فيه هنا، فخلينا نقول له مثلا ان احنا عندنا مثلا أعمدة كولوم أرتكشر كولوم. طيب ممكن مثلا عمود زي دوت نعمل منه دوبليكيت واسمي داوود، واقول له هنا الماتيريال، نبدأ نشوف ايه الخشب الموجود هنا، احنا هنا مثلا في الروف والهاي بتاعنا كونكت مثلا 3 متر، كوبي وقول كلسترين ومرتيبل عن ده من هنا لهنا مثلا، والاتنين دول برضو اعمل لهم كوبي من هنا لهنا، دي ممكن تبقى زي قاعدة زي ما انت عايز بقى، تمام. وممكن تيجي تقول له انا عايز من ستراكشر مثلا عايز اعمل لها بيم يبقى على الروف، ونطلعها طبعا الثلاثة متر دول، بس مش هو ده العمود اللي احنا عايزينه.
ابدا اقول له ان انا عايز ستراكشر فريم، ممكن نختار دوت. وممكن نعمل السقف من خلال ان هو مثلا بيم ستريم، ونختار طبعا نوع البيم، تختار بقى النوع اللي انت عايزه وتقول له مثلا من هنا لهنا. بالشكل دوت ممكن تصغر المسافات اللي بينهم وخليها بالشكل دوت. طيب انا عايز اعمل مسار الناس تمشي فيه من هنا مثلا للقعدة ديت، فممكن اجي اقول له ايه اعمل لنا فلور واقول له هنا بقى انا عايز اعمل نوع جديد ستون، وقول له اوكي وابدا بقى ارسم. تعمل ريليس هنا مثلا من دي، بالشكل دوت وتقول له كوبي او اري. واقول له اوكي، هطلع دي سنة صغيرة، هخليها 200 مثلا، طيب خلينا ندخل هنا نتأكد بس. ستون